شيء جديد، بداية جديدة، بساطة. الحياة بإذن الله هتخلي الشيء ده يتجلى في حياتك بالتخيلات والتأملات بإذن الله وبدعائك لرب العالمين. كن شجاع، قم بالخطوة الأولى ولو مرة واحدة في حياتك، قم بالتجربة الجديدة دي في حياتك. اتخيل وتصور حياتك مع الشخص اللي انت بتتمناه او في المكان اللي انت عايزه. لو مثلا تخيلاتك وتصوراتك على انك تبعد عن مكان، على انك تروح تعيش في بساطة، في حاجة كويسة تكون فيها راحة بال، تكون مثلا في ثروة، في غنى، في مكان تاني، في بيت تاني. اتخيل الشيء، اتخيل الشيء ده. رقم 7 بيتكرر معاكم، وده رقم روحي. الرقم ده عالي جدا في التجلي حبايب قلبي وفي تحقيق الامنيات. والسنة دي هي رقم 7، وشهر 7 قادم عليكم، وفي تغيرات من شهر 6 من البوابة التقية 6-6 لغاية دلوقتي. تغيرات كتيرة عمالة تحصل في حياتكم، وتغيرات مفاجأة لسه هتحصل في حياتكم، بس اذا ابتعدتم عن المعيقات.